مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير ورق العنب باللحمه. عنا لحمه مفرومه، كوب رز، غسلت الرز اكيد وصفيته، عندي كمان ملعقه طعام ملح، نص ملعقه صغيره سبع بهارات، ربع ملعقه صغيره فلفل اسود، ورق عنب، وهون عندي لحمه، بطاطا، جزر. وقبل ما نعمل الفيديو نبلش بالفيديو، بتمنى عليكم تعملوا لايك للفيديو وشير وتشتركوا بالصفحة للمشاهدين الجدد. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط البهار الملح فوق الرز واللحمة، خلطهم منيح مع بعض. بدي اعمل انا وياكم لف ورق العنب بطريقه كتير مختلفه وغريبه، بدنا نلفهم بالمسطره. هلا منشوف مع بعض كيف بدنا نعمل ورق العنب. اول شي عندي هيدا كيس النايلون، بعمله بهيدا الشكل. هيدي ورقة العنب، بشيل العرق الصغير وبعمله بهيدي الطريقة على الميلة الخشنة، بلف ورق العنب. بسم الله، حط شوي رز لحمة من الحشوة، بعملها بهيدي الطريقة. شفتوا كيف؟ شي بسيط. هلأ بسم الله أنا بهيدي الميلة عشان تبينكم بالكيس. شفتوا كيف؟ بكيس النايلون والمسطرة، حطها بالطنجرة. رح أعملكم واحدة تانية كمان. شيل العرق الصغير، حطها على كيس النايلون، بلف. بحط اللحمة الحشوة هيدا من هيدي الميلة الخشنة، كمان بحط حشوة بهيدي الطريقة على الطرف. أنا بدي أحاول قد ما فيني بينكم كيف عم لفها. ملا بهذا الشكل بالمسطرة. واو، أروع من هيك ما في. شفتوا شو حلو شكلها؟ كتير ناجحة وناعمة. طريقتها كتير عن جد عن جد سهلة وناعمة. نفس الشي كمان فينا نعمل الحب الورقات الصغار والكبار نفس الطريقة، وكتير حلوة هيدي الطريقة، غريبة وحلوة. هيدي ورقة شوي كبيرة، هعملها بحط حشوة عالطرف وشوي من هوني. شفتوا كيف؟ هلا بعمل كيس النايلون والمسطرة، شكلها شفتوا كيف؟ كتير رائع. لأعمل ورقة كتير صغيرة ونعومة، هيدي الورقة كتير صغيرة، لنعملها كمان. عم حاول اعطيكم كل المقاسات الورق العنب، اعملها انا وياكم. واو شو صغرورة هاي، كتير صغيرة. عالطرف من الاعلى، هلا بالمسطرة
كمان نفس الشيء، عملت انا وياكم جميع المقاسات لكفي الباقيين، بنرجع بنكفي مع بعض. بعد ما خلصت من لف ورق العنب بدنا نكفي مع بعض، بحطهم على جنب. عندي هون حوالي لتر مي، كمان عندي صلصة البندورة شراب. بسم الله بفتح المرتبان. بحط فوق المي ملعقة، اثنين، تقريبا ثلاث معالق طعام. حطيت صلصة البندورة، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، حط ملح. الملح أكيد حسب الرغبة على الذوق. خلطهم منيح مع بعض. بحاول قد ما فيني خلط منيح عشان الشراب يدوب معنا. بس خلطتهم منيح، هلا بدي احطهم فوق ورق العنب. بسم الله. إذا احتجنا بعد مي بزيد شوي شوي فوق ورق العنب. هلا بحطهم على الغاز. هيدا ورق العنب بعد ما حطيته على الغاز، شو بعمل؟ أنا طول بعمل ورق العنب بهيدي الطريقة، بحط المي على سوا ورق العنب، بتركن لا يغلو، بس يغلو بخفف الغاز وما بحط أي شيء، ما بتقل بصحن وشي تقيل على ورق العنب أبداً. بعمل هيدي الطريقة، هيدي كتير رائعة، وهلأ بتشوفوا كيف بيطلعوا معنا. وبنتركن لا يغلو ومنكفي مع بعض. هذا ورق العنب بعد ما غلى، شفتوا كيف شكلهم؟ ضل زي ما هو وما فتحوا الورقات. هلأ شو بعمل؟ بغطي الطنجرة، غازلة عندي على 6 درجات أعلى شي، خففته للأربعة. كمان بتركن يغلو مع بعض وكل شوي بطلع عليهم. هذا ورق العنب بعد ما غلى معنا ساعة وربع، صار بهيدا الشكل، شكل كتير ناجح وروعة. شفتوا كيف الطريقة اللي عملتها أنا وياكم؟ ما حطينا شي على ورق العنب، ما تقلنا ورق العنب بشي. مثل ما شايفين كتير كتير طالع ناجح ورائع. صار جاهز عنا ورق العنب، بطفي الغاز. بحاول قد ما فيني على رواق حطهم بالصينية عشان كتير سخنين. هلأ طفيت تحتهم الغاز. هيدا ورق العنب اللي عملته أنا وياكم، وهيدي الطريقة اللي عملناها مع بعض بالكيس والمسطرة. حبيت أعمل عجنبهم شوية خضرة، قطع خضريات بيعطوا كتير نكهة طيبة. بتمنى اللي بيحضر الفيديو يعمل لايك للفيديو وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد بتمنى عليهم يشتركوا بصفحتي ويصوروا من عيلتي الحلوة. باي باي أحبابي.